دهشنا بل صعقنا عندما تداولت نشرات الأخبار ومواقع التواصل خبر أول امرأة في العالم تلد 10 توائم دفعة واحدة. لكن كما يقال يا سادة، حبل الكذب قصير كحبل سرة هذه المرأة. حسناً، ما قصتها؟ كوزا ميستوهو صاحبة 37 عاماً أوهمت زوجها وعائلته بأنها حامل بتوائمه 10، ومن ثم اختفت لتنشر فجأة صحيفة باسم عاصمة جنوب أفريقيا خبر ولادتها في مستشفى ستيف بيكو أكاديميك هوسبيتال. وهذه الصحيفة يا سادة مشهورة جدا لدرجة أن الصحف والوكالات أخذت منها الخبر مباشرة لتسارع سلطات مقاطعة كوانتينغ الواقعة فيها العاصمة والمستشفى نفسها لتنفي الخبر جملة وتفصيلا. والمصيبة أن زوجها ذكر بأنه لا يعرف مكان وجودها ولم يرى أطفالها حتى الآن. المرأة وبعد صمت ردت بقولها أنها تخفيهم عنه لأنه يسعى لاستغلالهم والحصول على تبرعاتهم ليصبح مليونيرا. السلطات وبعد القبض عليها وضعوها داخل مستشفى محلي لتقييم حالتها النفسية وسلامة عقلها، وحتى الآن لا يعرف مكان المستشفى التي ولدت فيه أو مكان أولادها 10 ومن أين هذه الصور. ليطرح السؤال، ما مصلحة الصحيفة لتنشر هكذا خبر في المقام الأول؟